كبيرة لكم مشاهدينا، إذا كنت عم تتابعونا من الصبح أو هلأ انضميتوا لإلنا، تحية من فريق العمل كله، من المخرج جوي. أنا بحييكم أكيد قاعدين بالبيت هلأ، ساعة وبرد. هيدا آخر جمعة من تشرين الثاني، بلش موسم العيد. حلوة كتير هالفترة من السنة، بتمنى أنكم تكونوا عم بتعشوها مثل ما أنتم بتحبوا. ما عندي خبرية خبركم خبرية، ما عندي وقت خبر من خبرية. خلوني أخذ أول اتصال من ساندرين، بس قبل خلوني أذكركم أنه على 0444444 بتلقى اتصالاتكم تتشاركوا معي بآي كويز. ألو ساندرين. ألو كيفك؟ بونجور ساندرين، كيفك أسرة؟ كيفك أنت؟ مثل حال بدي أقول لك مبروك. ميرسي ميرسي ساندرين. عزبة ولا مجوزة ساندرين؟ لا مجوزة. آه يلا. طيب يا ساندرين، جاهزة تشاركي؟ يلا خلينا نشوف انا وياك التابلو. ما رح نشوف التابلو، عندك ارقام من الواحد للتسعة، بدي منك تختاري رقم. رقم 8. ايوه رقم 8. يلا سؤال تكنولوجيا يا ساندرين. اوكي، شو هو شعار جوجل؟ رح اعطيك احتمالين، ابحث، ثلاث احتمالات، ابحث تجد، لا تكن شريرا، ام لعالم افضل. شو هو شعار جوجل؟ لعالم افضل يمكن او لا. ابحث تجد، لا تكن شريرا، لا تكن شريرا. مزبوط، لا تكن شريرا، هيدا هو الجواب يا ساندرين. شو جايزتها لساندرين؟ خلينا نشوف سوا. بايوسكين سبا كاسليك يا ساندرين، هيدي هي جايزتك. شعار جوجل هو لا تكن شريرا، مع انه انا كمان ما كثير كنت مفكره انه هيدا هو. جوجل هي شركه امريكيه بتربح الاموال من العمل بمجال الاعلانات المرتبط بخدمات البحث على الانترنت وارسال رسائل البريد. اتصالاتكم على 0444444. مشاهدينا انا ناطرتكم لحتى اختبركم معلوماتكم وتربحوا الجوائز. خلوني اخذ اتصال. الو اتصال. ألو 0444444. هذا هو الرقم يلي بتلقى عليه اتصالاتكم، وصار معي اتصال. ألو ألو، بونجور كلودين. بونجور، كيفك يا كلودين؟ طبعا. من عم تحكيني؟ من عين الرمانة. أهلا وسهلا فيك كلودين، جاهزة تشاركي معنا بأي كويز؟ يلا منشوف التابلو أنا وياكي. راح بس رقم 8، أي رقم بتختاري يا كلودين؟ 4. رقم 4، شو عنا ورا رقم 4؟ سؤال تاريخ. يلا يا كلودين. كلودين بس قبل ما اسألك بدي بليز اطلب منك تبعدي شوي تمك عن السماعة لحتى اقدر اسمعك مزبوط. اوكي. يلا كلودين، كيف تم ابعاد الخديوي اسماعيل عن الحكم بمصر؟ هل تعرض للخيانة من قبل اقرب الناس له بقصره، ام خلعته انجلترا بوقتها عن العرش؟ بلش الوقت، استفيدي من وقتك كله قبل ما تعطيني الجواب. كيف تم ابعاد الخديوي اسماعيل عن الحكم بمصر؟ تعرض للخيانة ام انجلترا بوقتها خلعته عن العرش؟ بدي جواب. بتصور تعرض للخيانة بقلب المملكة. جوابك غلط، بوقتها خلعته انجلترا بوقت عن العرش. لازم تتابعي سرايا عابدين عنا على الام تي في تتعرف الجواب. فاذا هيدا هو الجواب، خلعته انجلترا عن العرش، وكان الخديوي اسماعيل خامس حكام مصر من الاسره العلويه، وخلال فتره حكمه اعطى مصر دفعه كبيره باتجاه التطور والتحديث، وعلى عهده تم انهاء حفر قناه السويس، وتم انشاء قصر عابدين واضاءه الشوارع ومد انابيب المي. وطبعا عم نتابع على شاشه الام تي في مسلسل. اتصالاتكم على 0444444. بدي اخبركم بس انه كل الجوائز اللي بتربحوها من اي كويز فيكم تستلموها من الام تي في من الاثنين للجمعه بين الساعه 9 والساعه 2. واتصال. بونجور. بونجور، مين معي؟ ماريو. اهلا وسهلا فيك ماريو، من وين عم تحكيني؟ من عين دار. اهلا وسهلا فيك. يلا يا ماريو بنشوف التابلو سوا، وبدي منك تختار رقم. رقم 2. رقم 2، سؤال موسيقى. كيف معلوماتك يا ماريو؟ يعني ايش كثير. يلا ان شاء الله. شو كانت اخر مسرحيه غنائيه عملتها الشحروره الراحله صباح يلي خسرناها امبارح؟ فينيقيا ام كنز الاسطوره؟ بلش الوقت، فكر منيح، عم بعطيك خلص الوقت. فينيقيا ام كنز الاسطوره؟ بدي جواب. كنز الاسطوره. كنز الاسطوره مزبوط، ساعدتك شوي بس بدي اياك تربح. خلينا نشوف جايزتك.
جايزتك قاسمة شرائية من محلات إلياس للألبسة الرجالية بالحدث. جواب مزبوط هو كنز الأسطورة، وكان إلى جانبها للشحرورة بآخر مسرحية عملتها الفنان الكبير جوزيف عزار وزوجها السابق فادي لبنان، وكمان غيرهم من بيتي برانس وورد الخال. شحرورة شاركت ب 83 فيلم تقريبا لبناني ومصري و 27 مسرحية لبنانية. خلوني بعد عندي بعد وقت، خلوني بعد أخذ اتصالات على 04-444-444. اتصال جديد، مين معي؟ ألو الو الو بونجور بونجورين، مين معي؟ فيني اشترك بليز؟ اكيد فيك، مين معي بس؟ رويدة. اهلا وسهلا فيك رويدة، من وين عم تحكيني؟ من برمانة. يلا رويدة رح نشوف انا وياك التابلو، بدي منك تختاري رقم. 3. رقم 3. معلومات عامة. يلا يلا يا رويدة. اي كوكب بيحمل اسم اله الحرب عند الرومان؟ مارس، جوبيتر، ام اورانوس؟ بلش الوقت، استفيدي منه كله. أي كوكب بيحمل اسم إله الحرب عند الرومان؟ مارس، جوبيتر، أو إيرانوس؟ أو إيرانوس. إيرانوس بتصور. خلص الوقت، جوابك غلط، منه إيرانوس، جواب هو مارس، يعني المريخ، والسبب بيعود للونه الأحمر يلي بيدل على الحرب والدماء، وهو يسمى بالكوكب الأحمر، وهالكوكب هو الرابع بالبعد عن الشمس بالنظام الشمسي، وهو الجار الخارجي للأرض. بعد فيه أخذ اتصالات، آخر اتصال مين معي؟ ألو؟ نقطع آخر اتصال، خلوني أخذ اتصال غير. ألو؟ ألو بونجور. بونجور، مين معي؟ ماريا دياب. أهلا وسهلا فيك يا ماريا، من وين عم تحكيني؟ من الشبان. يلا يا ماريا، أنت آخر اتصال معنا، بدي إياكي تربحي، خلينا نشوف التابلو سوا وتختاري رقم. 6. رقم 6. شو عندنا ورا رقم 6؟ سؤال سينما. يلا، مين هو لاعب كرة القدم الفرنسي الأصل يلي اعتزل اللعبة وتحول إلى ممثل محترف؟ رح أعطيك احتمالين، بول سكولز أم إريك كانتونا؟ بلش وقتك. بول سكولز أم إريك كانتونا، لاعب كرة قدم فرنسي. أول احتمال. لا، منه مزبوط جوابك، بعتذر منك. بول سكولز هو الجواب، إريك كانتونا هو لاعب كرة قدم سابق. تألق كانتونا بالتسعينات وأنهى مهنته الكروية مع فريق مانشستر يونايتد، بحيث فاز بعدد كبير من الألقاب، ولعب دور سحري جدا مع هالنادي يلي بعده لهلأ بيناديله باسمه وبيلقبه بالإريك الملك. خلص وقتي، ما في أخذ اتصالات، أنا بلاقيكم ثلاثة إذا قال رد بتاع 12:30. تابعوا بعد ألايف وكلينيك.